السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة أتعلم ضمن سلسلة التعريف ببرنامج كامتازيا النسخة الثامنة. إذا خلال هذا الدرس الخامس سنتعرف على أداة رائعة في هذا البرنامج وهو ما يسمى بالزوم في كامتازيا. إذا لاحظوا سنبدأ أولا فتح البرنامج، إذا لدينا هذه الواجهة وسنشتغل على نفس الفيديو السابق. سنقوم بسحب الفيديو إلى الشريط الزمني، ثم لاحظوا أثناء المعاينة سنجد هنا في كما تلاحظون في الفيديو تعالى وبركاته. أهلا، لاحظوا هنا طبعا في بعض الأحيان نجد بعض إذا سأقوم بداية بتحويل الصوت إلى صوت صامت حتى لا يؤثر على الشرح. لاحظوا جيدا الذين هنا في هذه الأدوات ضمن الشريط الزمني لدينا زوم كما تلاحظون هنا. إذا عندما أقوم بتفعيل هذه الأداة كما تلاحظون في الأعلى ستظهر لدينا هذه النافذة، ثم وهنا من خلال هذه النقاط سأتحكم في النقطة التي أريد أن أركز عليها الشاشة كما تلاحظون أتحكم هكذا، وفي مساحة العمل سيظهر لكم التأثير كما تلاحظون. إذن سأركز هنا من خلال الشاشة ثم سأشغل الفيديو إلى أن تصل المدة التي أريد أن أركز عليها من خلال الزوم، ثم أوقف الفيديو هكذا ويمكن أن أعود إلى الشاشة الأصلية من خلال هذه النافذة. لاحظوا سأعود إلى الشاشة الأصلية، وإذا أردت مثلا أن أنتقل إلى مكان آخر يمكن بنفس الطريقة أن أغير مكان انتقال الشاشة. إذا لاحظ سأشغل الفيديو كذلك، إذا الشاشة ستركز على هذا الجزء من الفيديو، ثم بعد ذلك يمكن أن أقوم بعملية التكبير أكثر. لاحظوا أشغل الفيديو كذلك، وإذا أردت العودة إلى الشاشة الأساسية بشكل كامل أضغط على هذه النافذة كما شرحنا سابقا. نعم جيد، لاحظوا لدينا هنا زر أو نافذة صغيرة في الأسفل. إذا لاحظوا هذه النافذة مفعلة بمعنى أن هذه الشاشة الخاصة بالزوم فهي تحافظ على بعدي الطول والعرض. إذا قمت مثلا أنا أقوم بعملية تصغير هنا فالطول والعرض يتحرك معا، أما إذا قمت بتعطيل هذا الزر هنا وبحذف هذه العلامة لاحظ الآن يمكن أن أغير في الطول والعرض دون أن يتغير البعد الآخر، لكن غالبا ننصح بأن يبقى هذا الزر مفعل حتى تبقى الشاشة واضحة وجيدة. الآن لاحظوا سنقوم بمعاينة الفيديو من بداية الزوم. لاحظوا الشاشة، شاشة العمل، إذا سينطلق الزوم هكذا ثم سيبقى لثواني بعد ذلك سيعود. لاحظوا معي الشريط الزمن، إذا سيعود هكذا إلى الجزء الأعلى بعد ذلك سينتقل إلى هذا الجزء ثم كذلك لاحظ سينتقل كذلك إلى الشاشة الكبرى. ثم لاحظوا هنا لدينا هذه الأزرار هنا في الخط الزمني. لاحظوا لو قمت مثلا بسحب هذه النقطة أو هذا القرص لاحظوا فهذه الأداة تتحكم في سرعة الانتقال. لاحظوا مثلا إذا كانت بهذا الشكل العادي، لأن قمت بسحبها أكثر أقوم بعملية المعاينة. لاحظوا هنا إذا ستلاحظ أن الانتقال بطيء بخلاف إذا كانت نقطة متصلة مع السهم. إذا هذا ما يتعلق بالزوم في الكامتازيا، طبعا هو رائع كذلك، يبين بعض المناطق أثناء الشرح في
في بعض أجزاء من الشاشات. إذا أي سؤال يمكن أن تطرحونه في التعليقات، ويمكنكم كذلك الاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد ضمن سلسلة برنامج كامتازيا أو ضمن سلسلة باقي برامج المونتاج التي سنقوم بشرحها لاحقا. إذا شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.